عن عروض من الهلال السعودي وغيره. كمان احنا عرفنا فريق العمل عرف ان فايلر والمجلس متوافقين على الحكايه دي، وليس صحيحا حكايه ان الاهلي لما يقول مش ببيع ورافض انتقاله او بيع عقده بيغلي السعر، لانه ده كلام اكيد ما ينفعش. علي معلول احد اهم الاعمده في النادي الاهلي. فرمان ناري من فايلر بشان مدافع بيراميدز. كايرو سبورت احد مواقعنا الرياضيه في مصر قال ان السويسري ريني فايلر جدد رفض التعاقد مع عبد الله بكري، واحنا كنا قلنا لكم ده، وهو الحمد لله تاكد في مواقع كثيره جدا اخرها كايرو سبورت انه كلا اللاعبين عرضوا على مدافع بيراميدز مره اخرى، لكنه تحفظ على خدمات هذا اللاعب للسن، ولانه قادر يستعيد في الجبهه اليمنى بطريقه لعبه اولا وبمحمد هاني واخرين ايضا. زي ما قلت لحضراتكم ثبتت الرؤية مونيكا الى احتراف اوروبي برغبته ورغبة رئيس نادي، خاصة انه في رفع لسعره، فلا اهلي ولا زمالك على الاقل حتى الان. كارتيرون يحسم ملف الراحلين عن الزمالك. لو حد حتى قال انه ما ده طبيعي ده المدير الفني، لا، الراجل كمان متوافق مع مجلس الادارة وادارة الكرة والمشرف عليها امير مرتضى منصور انه الكلمة الفارقة له وحده. قد يفكر الزمالك ده للزملكاوية بقى في مثلا بيع لاعب مقابل ظهير ايمن من شمال افريقيا تحديدا، مش من اي حتة تانية. ده الكلام الاكثر اهمية. مين ده؟ كابونجو كاسونجو. مهيأ الراجل كارتيرون لانه يقول لهم شكرا او ادوله جواب شكر ونتعاقد مع ظهير ايمن، لكن حتى الان برضو لم يكن هناك كلام نهائي في فكرة الظهير الايمن. ربما خاصة مع التعاقدات يعني او عدد المحترفين. كمان ضمن القائمة وقلناها لحضراتكم هنا كريم بامبو ومحمد عواد وعمر السعيد ومحمد عنتر وطبعا كابونجو كاسونجو. انبي بيستعين بالجهاز الطبي لوضع تصور شامل للتدريبات في حال عودة الدوري وبالتالي بدء مرحلة يعني التدريب، وده اللي دايما بنقول انه ادارة انبي محترفة تمام. ايضا حلم طولان هو مصري بطعم الاجانب، ودي مش مجاملة لصديقنا حلم طولان، لكنه اكد في جلسه مع اداره الكوره بفريق انبي انه محتاجين يبقى عندهم رؤيه كامله وواضحه ازاي الفريق كله مش بس هيبقى مشارك في التدريبات عبر ما سمي باللجنه الطبيه اللي هتنبثق من اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه، لكن ايضا اجراءات من النادي علشان يكون موجود معاهم كل ما يمكن ان يكون اجراءات احترازيه. كمان الفكرة اللي أعلناها لحضراتكم هنا وهي إن أردنا أن يبدأ ما ألغي من موسم حتى الآن كروي طبعا اللي هو الدوري، لو عايز تعمل تجربة بقى على التجربة الألمانية على التجارب اللي هتفتح في الليجا ونعم، ومعانا كمان التجربة الأسبانية والتجربة الإيطالية وكلها تجارب عظمى والدوري الانجليزي ايضا، يجب ان نكون اكثر حيطه. مش علشان ايه اللي هيحصل لو واحد جاله كورونا، طب ما ايه اللي هيحصل لو جاله كورونا من غير ما يبقى فيه دوري او كاس او نشاط او تدريب؟ عادي جدا، ما انا عادي اهو. الحقيقه النجم احمد حلمي حلها، ما انا عادي اهو. لابد من اجراءات ثم تاتي فكره الباقي على الله. تعالوا ناخد المحترف المحترم المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا علشان نروح معاه لنفس الملف. مساء الخير، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حالك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه ورمضان كريم وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. يا رب. يعني مش عارف راي حضرتك ايه في فكره انه يعني اذا كان هناك ايجابيه في جائحه كورونا اللعينه انه ممكن نوصل لسقف عقود للاعبين جديد بعد الهرتلة اللي حصلت في الاسواق. والله ممكن نوصل لكل حاجة
بس لما نتحاور مع بعض ولما يؤخذ رأينا ولما يبقى فيه تقدير للأندية ونلاقي أن المسؤولين عن الكورة